اليوم كان للسيد رئيس الوزراء اجتماع مع 25 سفير ورئيس بعثات الموجودين في بغداد. هؤلاء السفراء كان لهم اجتماعات مستمرة خلال اليومين الأخيرين بيناتهم، وكان لهم مناقشات، والمناقشات كانت تستند إلى على أولاً دعم الحكومة العراقية وسياسة الحكومة العراقية ودعم الشعب العراقي في مواجهتها للتحديات الموجودة، سواء التحديات الاقتصادية الصحية والآن التحديات الأمنية. وبناء على هذه الاجتماعات المستمرة تم دعوتهم من قبل السيد رئيس الوزراء، وهم طلبوا أيضا اللقاء مع السيد رئيس الوزراء لمناقشة النقاط أو المحاور اللي هم طرحوها. في اجتماعهم مع السيد رئيس الوزراء كرروا دعمهم، دعم حكوماتهم ودعم المجتمع الدولي في الواقع للشعب العراقي. المسألة الأساسية اللي انطرحت لها علاقة بقرار السفارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية مبدئياً بالانسحاب من العراق. تم طرح هذه المسألة، والسيد رئيس الوزراء أكد على أن من واجب الحكومة العراقية التزاماً بالدستور والقوانين الوطنية والتزاماً بالقوانين الدولية، أنه من واجب هذه الحكومة حماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمن البعثات الدبلوماسية في بغداد. تم التطرق إلى خطورة القرار الأمريكي، خطورة القرار الأمريكي والانسحاب الدبلوماسي أو انسحاب السفارة الأمريكية من بغداد تعطي إشارات خاطئة سواء للمتطرفين أو لعصابات داعش، وهؤلاء سوف يتصورون أن هناك انتصار وهمي لسياسة هذه الفئات، وأيضا انسحاب الأمريكي تعطي إشارات خاطئة للشعب العراقي، فدفع الشعب العراقي أن يكون معزولاً عن العالم هذا لا يؤدي إلى مساعدة الشعب العراقي ولا يساعد الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الكبيرة. الجميع الذين كانوا في القاعة كانوا معنا في صراعنا وقتالنا ضد داعش والقاعدة وعصابات داعش، كانوا نشطين في أطراف بغداد وفي بغداد، ومع هذا هؤلاء وقفوا معنا وحاربنا جميعا قوات داعش واندحرت هذه القوات بدعم الجميع. فليس من المعقول اتخاذ قرار بسبب بعض الهجمات. طبعا من واجب الحكومة أن توقف هذه الهجمات، ومن واجب الحكومة أن تأخذ الإجراءات وأخذت الإجراءات، سواء الإجراءات المتعلقة بالمنطقة الخضراء أو المطار أو طريق المطار.
فهناك إجراءات عديدة أمنية لحماية البعثات الدبلوماسية في بغداد، وهذا من واجب الحكومة في الواقع. طبعاً في الاجتماع تم التطرق إلى أن هذه الرسالة رسالة خاطئة، ونتمنى أن تعيد الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية النظر بهذا القرار، لأن القرار قرار خاطئ واتخذ في الوقت الغير مناسب وفي المكان الغير مناسب. نحن نفهم الظروف الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الوضع الجديد في العراق يختلف. هذه الحكومة حكومة فتية، تجاوزت الآن عمر الحكومة 100 يوم، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات في مختلف المجالات. الحكومة جادة في العمل لخلق الفرص الممكنة والمتاحة لأبناء الشعب العراقي في سبيل مقارعة التحديات التي ذكرناها. النقاش كان مفيداً، وتم توضيح الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة العراقية والإجراءات اللي راح نأخذها في هذا الإطار. والرسالة كانت واضحة أن الحكومة العراقية غير سعيدة باتخاذ القرار المبدئي من قبل الإدارة الأمريكية من الانسحاب من بغداد، لأن هناك احتمال أن انسحاب الأمريكان من بغداد تؤدي إلى انسحابات أخرى، وهذا خطر. وهذه رسالة أيضاً للعناصر المتطرفة، العناصر اللي يتفكر أنه عن طريق وضع الألغام والعبوات والهجمات الصاروخية والكاتيوشا عن طريق هذه المسائل سيصلون إلى الغاية السياسية. لكن انسحاب الدول من بغداد تؤدي إلى وضع خطر على الوضع السياسي العراقي، وضع الأمن العراقي، وضع الاقتصاد العراقي، وضع المجتمع العراقي. فهذه العناصر يجب أن تعي أن بأعمالهم بهذه الأعمال في الواقع تسيء إلى الوضع الأمني والوضع السياسي والعلاقات الدولية، وهذه الأعمال في الواقع هي ليست ضمن المقاومة، بل هي هجوم على الحكومة العراقية، هجوم على الواقع العراقي، هجوم على السيادة العراقية، هجوم على الأمن العراقي. هذه الهجمات لا تحسب لها حساب المقاومة. فمن هذا المنطلق كان هذا الاجتماع، وكان السيد رئيس الوزراء طرح رؤية الحكومة الحالية والمستقبلية تجاه الوضع الحالي، وأيضاً رؤية الحكومة العراقية تجاه قرار المتخذ من قبل الإدارة الأمريكية. وشكراً جزيلاً، وأرحب بكم وأهلاً وسهلاً بكم. السلام عليكم معالي السيد الوزير. السلام ورحمة الله وبركاته. فالح وهي مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز. معالي السيد الوزير، لا يخفى على حضراتكم المعلومات المتوفرة لدينا أنه في شهر نوفمبر القرار متخذ بغلق السفارة الأمريكية، وهذا معناته أنه خسارة وخسارة حليف وصديق قوي جدا، وكما علقت حضرتك انسحاب خطر جدا الآن أنت علقت. طيب،
الآن دا تدرك الحكومة هذا الانسحاب اللي جنابك حضرتك علقت عليه أنه خطر جدا، هل هنالك خطوات ستكون على أرض الواقع من قبل الحكومة ستتخذها الحكومة ممكن أن تجعل الأمريكان تعدل عن هذا القرار؟ هل تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على خطوات للعدول عن هذا القرار؟ هل تم التباحث في زيارة حضرتك مع الجانب الإيراني وإشكالية الفصائل اللي تسببت في اتخاذ هذا القرار؟ شكراً جزيلاً معالي السيد الوزير. أولاً بالنسبة ومنذ المباحثات اللي جرت بين الجانب الأمريكي وبيننا وطلعنا على القرار المبدئي، أنا أسميه مبدئياً ماخذين القرار حول قرارهم انسحاب من العراق، بدأنا بتحركات، سواء تحركات سيد رئيس الوزراء تواصل مع العديد من قادة الدول، وأنا تواصلت مع العديد من وزراء خارجية الدول، والسفرة إلى إيران كانت ضمن هذا الإطار لتوضيح الوضع العراقي للأخوة المسؤولين في طهران، وكنا واضحين في طرحنا وصريحين أن هذه العمليات ستؤدي إلى فوضى السلاح في العراق، وفوضى السلاح في العراق تؤدي إلى كارثة سياسية وأمنية ليست فقط في العراق بل في المنطقة. حينما سيطرت قوات داعش على الأراضي العراقية لم تكن تهديداً للأمن العراقي والوضع العراقي فقط، بل قوات داعش أصبحت تهديداً لأمن المنطقة والعالم. فوضى السلاح في العراق سوف تؤدي إلى حرق المنطقة، هذه خطرة هذه المسألة. وفي مناقشاتنا مع المسؤولين في أعلى المستويات في طهران ناقشنا هذه المسائل، والأخوة في طهران وعدونا بأن يبذلون جهدهم، هم أكدوا أنه ليس لهم علاقات مع هذه الفصائل ولكن يبذلون جهدهم في سبيل استقرار العراق وأمن العراق. هم أكدوا لنا أن استقرار العراق وأمن العراق أيضاً جزء من أمن المنطقة، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من الوزراء والقادة والأمريكان، وسوف نستمر في التواصل مع الجانب الأمريكي لتغيير القرار المتخذ، لأن تحليلنا وفهمنا لهذا القرار ليس فقط أن الانسحاب يؤثر على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي العراقي، ولكن أيضاً يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الدولية، وليس الانسحاب ليس لصالح الوضع الأمريكي أيضاً. مرة أخرى أنا أفهم أن هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحتمل الوضع الانتخابي يعيد الذاكرة لبعض الأشخاص في واشنطن إلى حوادث بنغازي حيث الهجوم على السفارة الأمريكية، محتمل يعيدون بالذاكرة إلى تلك الزمان تلك الوقت، ولكن أعتقد أن هذا التحليل تحليل خاطئ والاستنتاج خاطئ والقرار كان قراراً خاطئاً. شكراً. معالي الوزير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على رحمة قناة العالم الإخبارية. أهلا وسهلا. معالي الوزير، أهم الملفات اللي حضرتكم يعني تباحثتم مع الجمهورية الإسلامية غير الملفات الأمنية، هل هناك ملفات أخرى؟ نعم، كان هناك ملفات المتعلقة بمذكرات التفاهم اللي وقعت بين طرفين أثناء
زيارة السيد الشيخ روحاني رئيس الجمهورية إلى بغداد في السنة السابقة، وأيضا أثناء زيارة وفد الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى طهران. فكان جزء من عملنا أنه بحث مسألة مذكرات التفاهم، وخاصة المذكرات المتعلقة بالقضايا الطاقة الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أيضا القضايا المتعلقة بالمستحقات الإيرانية على الجانب العراقي. تم مناقشة مجموعة من النقاط بالإضافة إلى الوضع الأمني ووضع الهجمات الصاروخية والكاتيوشا على المنطقة الخطرة والمطار. شكرا. السلام عليكم معالي الوزير. وعليكم السلام ورحمة الله. إدريس جواد، مراسل قناة الشرق. ذكرتم الجانب الأمريكي وأيضا الجوانب الأخرى المتعلقة بالسفراء. يوم أمس كان هناك اجتماع في السفارة البريطانية، أيضا جمعت البعثات الدبلوماسية وتحدثوا بشأن موضوع الانسحاب، انسحاب السفارة الأمريكية وأيضا انسحاب السفارات الأخرى. هل تحدثتم أيضا مع الجانب البريطاني في هذا الموضوع وهو لا يقل أهمية عن الجانب الأمريكي؟ نعم، كان لنا لقاءات عديدة ومكثفة مع الجانب البريطاني والسفير البريطاني. في الواقع قبل الاجتماع بين السفراء والذي انعقد بمبادرة من الجانب البريطاني وبعد الاجتماع، ونحن نتباحث الأمور ليس فقط مع الجانب البريطاني ولكن أيضا مع الدول الأوروبية الأخرى وكذلك مع الدول العربية. كان لي اتصال هاتفي تلفوني مع معالي وزير الخارجية الأردني، مع وزير خارجية المصري، مع وزير خارجية السعودي، بالإضافة إلى اتصالات مع الأوروبيين. فنحن متواصلين مع العالم ونشرح للآخرين خطورة هذا القرار، قرار انسحاب السفارة الأمريكية من العراق. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمار كريم، وكالة الأنباء الفرنسية. معالي الوزير، منذ بداية الهجمات تقريبا هناك أكثر من 40 هجوم على السفارة وعلى الأرتال اللوجستية التابعة للقوات الأمريكية بالعراق. لم أسمع حتى اللحظة هناك أي اعتقال لميليشيات أو فصائل مسؤولة عن هذه الهجمات، وهي قد تعلن هذا بشكل رسمي على بعض قنواتها على التليجرام، تحمل مسؤوليتها، ولكن لم أجد أي رد فعل حقيقي حكومي لاعتقال أو ملاحقة هؤلاء. وفي ذات الوقت اليوم أعطيتم ضمانات إلى البعثات الدبلوماسية أنه سوف تتخذون إجراءات، إجراءات على أرض الواقع لم تتحقق بعد أكثر من 40 هجوم حتى اللحظة. هل هناك نية من الحكومة فتح على الأقل مفاوضات مع الجماعات المسلحة للتوصل إلى اتفاق معهم، وخصوصا بعد سفرتك جنابك إلى إيران؟ هل طلبت منهم على الأقل التوسط؟ لأن المعروف جدا أنه هذه الجماعات مرتبطة بإيران وهي موالية لإيران، وما تعمله هو في العراق هو مجرد عمليات انتقامية لقتل الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أولا بالنسبة للإجراءات الأمنية واعتقال بعض الأشخاص، السيد رئيس الوزراء الآن ذكر في الاجتماع نقاط عديدة تتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة سواء في المنطقة الخضراء أو في طريق المطار أو في المطار نفسه، لكن إعادة تنظيم الوضع الأمني في بغداد هذه الإعادة تحتاج إلى وقت، وبدأنا بها. وأيضا تم اعتقال بعض الأشخاص
وسيد رئيس الوزراء في اجتماع أعلن عن اعتقال مجموعة من الأشخاص. بالنسبة للحوار، نحن لسنا طلاب السلاح، هذه الحكومة ليست حكومة تنبع من نشطاء كانوا أساساً نشطاء من أجل حقوق الإنسان. هذه الحكومة لا تؤمن بحل المشاكل عن طريق العنف والسلاح. هذا البلد تعرض إلى حرب داخلية وخارجية لمدة 50 سنة، 3 أو 4 أجيال عراقيين ولادتهم عمرهم كان مع الحرب وأثناء الحرب، فإبعاد العنف عن المجتمع هذا جزء من سياسة الحكومة. ولكن أيضا نحن نتعامل مع الواقع، مع الأسف الواقع العراقي كان عسكرة المجتمع جزءا من السياسة القديمة أثناء حكومة أثناء صدام حسين. عسكرة المجتمع كان جزءا من أطفال في المدارس كانوا يدربون على السلاح. مع الأسف بدون وضع سياسة، بدون أن تكون هناك سياسة بهذا الاتجاه، الآن أيضا نتعامل مع عسكرة المجتمع. الكل لديهم السلاح سواء فردي أو تنظيميا. الحل هو الحوار، ليس لدينا شيء آخر إلا الحوار. ولكن الحوار أيضا أسس، الحوار ينطلق من مفاهيم، الحوار يجب أن يكون غايات الحوار واضحة، أهداف الحوار واضحة، وهدف الحوار هو استتباب الأمن والاستقرار، وهدف الحوار الابتعاد عن السلاح وحل المشاكل الداخلية وأيضا مع دول الجيران. حتى مع دول الجيران نحن ندعو إلى الحوار، ليس لدينا بديل إلا الحوار. وفي الواقع هناك قنوات مختلفة بدأت بالنقاش والحوار مع هذه الفصائل، وتم فتح الأبواب للمناقشة مع هذه الفصائل، لأن بالنتيجة هم يطرحون شعارات سياسية ويعملون تحت شعار المقاومة. أولاً يجب أن نعرف المقاومة ضد من؟ وأين المقاومة؟ وأين جغرافية المقاومة؟ وما هو الهدف؟ إذن مسألة الحوار مطروحة، وهناك قنوات عديدة بدأت بالحوار، والحكومة مسؤولة عن كل هذه المسائل لحسم هذه المسألة الخطيرة، لأن حوار البنادق يؤدي إلى الدم، يؤدي إلى الاقتتال الداخلي، وواجب الحكومة أنه إبعاد الوضع العراقي عن الاقتتال الداخلي. ولكن يجب أن نفهم أن بعض الصراعات الدولية الأقليمية، التوتر الإيراني الأمريكي، قلتها قبل سنة أن التوتر الإيراني الأمريكي إذا كان لبعض الدول مسألة خارجية، ولكن هذه المسألة بالنسبة للعراق مسألة داخلية تنعكس على الداخل. أسبابها مختلفة، لكن التوتر الإيراني الأمريكي تنعكس على الواقع العراقي، هذا واقع. كيفية إبعاد، أولاً إبعاد هذا التوتر عن الساحة العراقية، هذا جزء من عملنا بالتواصل مع الطرفين والنقاش الواضح مع الطرفين. ونتمنى أن يتم أيضاً حل المشاكل بين الطرفين عن طريق الحوار، لأن هذه لمصلحة الشعب العراقي ولمصلحة المنطقة. لكن هناك واقع نحن نتعامل معه، أن التوتر العراقي الإيراني الأمريكي أصبح جزءاً من الواقع السياسي العراقي،
وهذا خطر علينا. شكرا. بداية تحية طيبة معالي الوزير إبراهيم المحمود من قناة آي نيوز. آي نيوز. جميع الفصائل وأيضا الحشد أعلن براءته من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، وطالبت أيضا هذه الفصائل والحشد بتشكيل لجان تحقيق، لجنة تحقيقية لمعرفة من يقف باستهداف البعثات الدبلوماسية. ما مدى جدية الحكومة العراقية بالتعاطي مع هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. طبعا نحن نشكر الأحزاب السياسية والفصائل والحشد وكل الفئات اللي أعلنت أنه استنكارها لهذه الهجمات وإدانتها لهذه الهجمات. ورئيس الحكومة أيضا أعلن دعمه لما طرحه السيد مقتدى صدر حينما طلب تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الاتجاه، وأعتقد الحكومة جادة بالتحقيق في هذه المسائل والوصول إلى النتائج النهائية. التحقيق في المسألة شيء، ولكن اتخاذ الإجراءات الأمنية شيء آخر. اتخاذ الإجراءات الأمنية بدأت به الحكومة، والتحقيق أيضا سيستمر، لأن لا يمكن القبول بهذه الهجمات. هذه الهجمات مرة أخرى أقول لا يمكن تسميتها بأنه هجمات لها علاقة بالمقاومة. السفارات الموجودة في بغداد هي سفارات تقع في ظل مسؤولية الحكومة، والحكومة الاتحادية مسؤولة عن حماية البعثات الرسمية. أي هجمة على أي بعثة رسمية معناتها هجمة على الحكومة الاتحادية. لهذا نقول أنه هذه الهجمات هي هجمات على الحكومة العراقية، هجمات على الشعب العراقي، وما مقبولة، ما مقبولة هذه الهجمات تحت أي شعار كان. فتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بهذا الخصوص، واللجنة التحقيقية سوف تستمر بالتحقيق، وعلى ضوء التحقيقات اللي صارت أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص. شكرا. سلاو جنابي وزير هلكود عزيز لا توري ميديا روداو بسارك مويكا تاوكو يستا بالوزي أمريكا على بغداد، وتجعل أمريكا هي زولات الشديكة أقدار يكردونا تو بويكا بالوز خانة كانية على بغداد دابخن بسارك وتاي مويكا دقوتريت إداري أمريكا بلاني بو بشكل گروپ تصدیر کان دعوا لبغداد تا هرچه بکنه سر بالاسخانی آمریکا، اوج لپناو شکس پنانی دونالد ترامپ لحال بجارتی آمریکا. آمریکا با گروپ تصدیر کان چی بود؟ آمریکا پلانی دعوا با گروپ تصدیر کان لبغداد تا هرچه بکنه سر بالاسخانی آمریکا لپناو شکس پنانی دونالد ترامپ لحال بجارتی آمریکا. اوی دوم نبروام که نه راست نه اساسیه. أويكم؟ بالوزي أمريكا هشتال بغداية وهي زولات الشتكاء قداري كردونتو بالوزي أمريكا لبغداية ويستلق كوبنا وكبو وإما بيوان ديمان بردوام لقل بالوزي أمريكا ولقل أمريكي كان لواشنطنيش نكهر لميه ولقل سفيري عراق لواشنطن وإما حمو إيشو وجهودي إما بو أويا أنه أو برياري كوري أنقرتوا برياركا بگورن چون کبریاری کی درست نه ولکاتی کی نادرست او بریاری انداو لشونی کی نادرست سپاس شکران جزیلا اشکر کوم خلاصت مو تمام ها اتفضل اخراج بعض فصائل من داخل المنطقه الخضراء كأحد المطالب من أجل البقاء في بغداد. شكرا. احنا نتحرك على أساس المصلحة العراقية، ونتحرك ضمن القرار العراقي، نتفاعل مع الآخرين،
نسمع الآخرين، نأخذ رأي الآخرين، لكن بالنتيجة القرار قرار عراقي. إحنا نأخذ القرار، وأي قرار نأخذه هو يجب أن يكون لمصلحة الأمن، الوضع الأمني في المنطقة الخضراء والمطار وطريق المطار والوضع الأمني بصورة عامة في العراق. القرار قرار عراقي، فنتبادل وجهات نظر مع الآخرين، نسمع من الآخرين، لكن إحنا نأخذ القرار. شكرا جزيلا.